أحمد زهران ورفاقه حكاية العشب الفلسطيني للكاتب والباحث ساري عرابي، مقال في موقع عربي 21. معنا الأستاذ ساري عبر سكايب حتى نتحدث عن حكاية العشب الفلسطيني. أهلا بك أستاذ ساري. أهلا وسهلا. ولكن قبل أن نتحدث عن حكاية العشب الفلسطيني، مقالك كان يعني مدخل المقال والمقدمة كانت فيها طابع حكوي روائي، هي حكاية العشب، دعني يعني هنا حكاية العشب ولكن حكاية الشعب الفلسطيني أكثر منه حكاية العشب. نعم صحيح، وفي الحقيقة الكثير من القضايا الفلسطينية ولا سيما ما يتصل بالشهداء ويتصل بالأسرى ويتصل بالتضحيات والجراح والأماء والآلام المتعلقة بذلك، ربما أحيانا يجد الإنسان نفسه يستصعب القدرة على مقاربتها بصورة تحليلية أو صورة جافة، فيجد القلم يعني وحده قد جنح نحو مثل هذه المقاربات التي قد تبدو ذات طابع عاطفي أو رومانسي أو أدبي بشكل أو بآخر. نعم، هي الحقيقة حكاية الشعب الفلسطيني وليست فقط حكاية الشهداء أو حكاية مجموعة من الشهداء وحدها. الشعب الفلسطيني يقاتل منذ العام 1917 حتى هذه اللحظة، ما كف الشعب الفلسطيني عن القتال وما توقف عن القتال. نعم، القتال قد يأخذ أشكالا متفاوتة ومختلفة وقد يتصل بجغرافيات مختلفة، يعني منذ الانتداب البريطاني والفلسطينيون يقاتلون بأشكال متعددة، سواء بأشكال النضال ذات الطابع الشعبي أو أحيانا ذات الطابع المسلح، أحيانا كان القتال يتركز خارج الأرض المحتلة كما في الثورة الفلسطينية المعاصرة في الأردن ولبنان، أو في داخل الأرض المحتلة أحيانا في غزة أحيانا في الضفة الغربية. لكن الحقيقة منذ ذلك الوقت حتى الآن، منذ أكثر من 100 عام، ثمت غريزة نضالية في الحقيقة تحكم الفلسطينيين، وبالتالي كل الأدوات والإجراءات والأساليب الاستعمارية التي تهدف إلى كبح النضال الفلسطيني هي فشلت، يعني فشل الصهاينة في ذلك طوال هذا التاريخ وفشل الإنجليز من قبلهم أيضا طوال هذا التاريخ، وبالتالي حكاية العشب الفلسطيني هي حكاية العشب الذي، طبعا أنا من أين استوحيت هذا العنوان؟ من السياسة الإسرائيلية التي يسمونها دز العشب، يعني منذ العام 2002 تقريبا، يعني منذ انتفاضة الأقصى استخدم الاحتلال الإسرائيلي هذا المصطلح دز العشب، يعني بمعنى كلما نما مقاومون نبت مقاتلون، نبتت مجموعات أو خلايا تريد قتال الاحتلال الإسرائيلي، يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقطفها أو بجزها حسب المصطلح الصهيوني الاستخبارات المستخدم والمتداول على هذا الصعيد. لكن يبدو أن العشب الفلسطيني كلما قام الاحتلال بجزه كلما أصبح أكثر مناعة وأكثر ثباتا ورسوخا واستعصاء على الأدوات الإسرائيلية. هو ممكن زكريا الزبيدي إجابة واضحة بأن لا يمكن زج العشب الفلسطيني، كان أحد رموز انتفاضة 2002 عندما انطلقت هذه السياسة، ولكنه استطاع أن يصم مرحلة ما من خلال عملية التحرر من سجن جلبوع. أعود معك للمقال أيضا، تحدثت فيه عن يوميات الشعب الفلسطيني ويوميات من يقيمون ما خلف الجدار أو أمام الجدار، وهنا تتحدث عن شكل ما في طريقة التعاطي مع هذا الوضع. من يسكن في القدس هو ليس ما هو مقدسي ليس بالضرورة يمكن له أن يسكن في القدس. تفاصيل قلت بأن هذا لا يمكن تفهمها إلا عندما تكون مقدسيا وتعاني حتى أن يبقى أمامك الشهادة والاعتقال حتى تزور القدس. هذه اللوحة تبدو سريالية ولكنها هي من واقع ألم الشعب الفلسطيني. نعم، يعني أنا محدثك مقدسي، يعني أنا أعيش في منطقة تسمى عندنا شمال غرب القدس، يعني يبتعد بيتي عن المسجد الأقصى تماما 11 كيلومتر، ولكنني لا أستطيع الدخول إلى القدس ولا أستطيع الوصول للمسجد الأقصى إلا بالتهريب، يعني شأني شأن مئات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الضفة الغربية، وبالتالي إمكانية الاعتقال أو إمكانية الشهادة وما شابه. أنا أعيش في نفس المنطقة التي استشهد فيها الشبان أحمد زهران ورفاقه، هي المنطقة التي تسمى شمال غرب القدس، وبالتالي نحن مقدسيون ولكننا لا نستطيع الدخول إلى المدينة المقدسة. ولذلك فإنني في الإعلام عادة، وقد ذكرت هذا في المقالة دون الإشارة إلى نفسي، حينما أسأل أين أعيش أقول في رام الله، لأنني أخشى إن قلت إنني أعيش في القدس أن يكون في ذلك نوع من التلبيس أو التدليس، لأنني لا أعيش داخل المدينة المقدسة ولكني أعيش في ضواحي المدينة المقدسة في عدد كبير جدا من البلدات التي لا يستطيع سكانها أن يصلوا إلى القدس. هذه بلدات مفصولة ولا نحمل الهويات المقدسية، هذه البلدات مفصولة عن القدس بالجدار العازل، بل بعض هذه البلدات، يعني منطقة شمال غرب القدس، بعض هذه البلدات مثل بلدة بيتكسا مثل بلدة النبي صموئيل هي أصلا معزولة عن القدس
ومعزولة كمان أيضا يعني عن البلدات الأخرى في شمال غرب القدس ببوابات خاصة وحواجز خاصة. والحقيقة هذه هي حالة يعني متكررة في عدد من البلدات الفلسطينية. يعني يمكن أيضا أن أضيف إلى ذلك أن عندنا مناطق نستطيع أن نسميها مناطق حائرة أو مناطق محيرة، سكانها يحملون هوية القدس ولكنهم من الناحية الإدارية والتنظيمية لا يخضعون لا للاحتلال الإسرائيلي ولا للسلطة الفلسطينية. طبعا بدون يعني هؤلاء بدون يعني يعني يحملون هويات مقدسية. نعم يعني صورة بهذه السخرية يعني فعلا. نعم صحيح صحيح. يعني هو أصلا هو حامل الهوية المقدسية، حامل الهوية الزرقاء، هو ليس مواطنا إسرائيليا، يعني ليس جنسية إسرائيلية وليس مواطنا فلسطينيا، ويصنفه الاحتلال الإسرائيلي بأنه مواطن أردني. يعني حالة جدا غريبة الحقيقة لو أردت أن أتحدث في هذا القدر من التناقضات والتعقيدات الفلسطينية. يعني يطول المقام في ذلك وقد يصعب يعني شرح ذلك، هي مسائل معروفة فقط الذين يعيشونها بشكل يومي. هو على فكرة ليس عيبا أن واحد يتحدث بشكل حكوي ويروي ما التفاصيل اليومية، هذه مهمة جدا في حياة الفلسطيني، لأن أحيانا المقاربات الباردة تذهب بنا إلى مساحات باردة المقاومة لا تستحق. على كل حال تحدثت عن من يطارد من، وأسألك من يطارد من أستاذ ساري؟ الحقيقة الشاب الفلسطيني أو ما يسمى في عرفنا النضالي المطارد، والمقصود بالمطارد هو الشاب الفلسطيني الذي يخرج من بيته ويتخفى عن الجميع، يعني لا يعرف أحد أخباره. عادة من يسلك طريق المطاردة أو الهروب من الاعتقال هم هؤلاء الشبان الذين سلكوا طريق المقاومة المسلحة بالدرجة الأولى، وإن كان ثمة حالات أخرى أحيانا قد يضطر فيها المناضل الفلسطيني للاختفاء لأسباب تنظيمية. الاحتلال الإسرائيلي يسخر كل منظومته الأمنية والاستخباراتية والعسكرية لملاحقة أحيانا شاب فلسطيني واحد. هذا الأمر طبعا أنا لاحظته في حالة الشهيد أحمد زهران ورفاقه، كوني أعيش في نفس هذه المنطقة. في الحقيقة يعني نحن لاحظنا كثافة أمنية عالية جدا في هذه المنطقة، أحاطت منطقة رام الله والبيرة وبتونيا وكل قرى شمال غرب القدس حضور أمني مكثف، دوريات الاحتلال الإسرائيلي، مناطيد على مدار الساعة ليلا ونهارا منصوبة في السماء مزودة بكاميرات عالية الدقة، أيضا بالإضافة لما يسميه الفلسطينيون بالزنانة وهي طائرات الاستطلاع أو الدرون، طائرات بدون طيار أيضا تحلق في سماء هذه المنطقة الصغيرة حتى تمكن الاحتلال الإسرائيلي من قتل هؤلاء الشبان. بالإضافة إلى ذلك الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى اعتقال عوائلهم، طبعا هذه عادة نحن نعرفها من الانتفاضة الفلسطينية الثانية. عادة إذا كان هناك مطارد فلسطيني يقوم الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الأقارب من الدرجة الأولى، يعني بالدرجة الأولى من أقاربه، يعني يعتقل الإخوة، يعتقل الأبناء، أحيانا يعتقل الزوجة والأم والأب، يعني لا توجد محرمات، يعني كل وسائل الابتزاز على المطارد يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى حصار الدوائر القريبة التي يتوقع الاحتلال أن المطارد قد يلجأ إليها وبالتالي يحاول أن يضيق عليه الخناق. وبالتالي نحن نتحدث عن دولة ثكنة، إسرائيل هي دولة ثكنة، أنا دائما أسميها الدولة المعسكر. كل هذا الكيان هو عبارة عن كيان عسكري، كيان أمني مستعد للتجند ومستعد للاحتشاد بشكل كامل بحثا عن مطارد فلسطيني. وبالتالي هذا المطارد حتى ربما لو لم يتمكن من تنفيذ عمل مقاوم بشكل مباشر هو يكلف الاحتلال الإسرائيلي الكثير على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، على مستوى الجهد البشري، على مستوى تشغيل التقنيات العالية. هذا إذا كان مطارد واحد، فما بالك إذا كان في هناك حالة مقاومة أوسع وأشمل كما لاحظنا في الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي نعيش أجواءها مثل هذه الأيام. لا شك أن الفلسطيني هو الذي يطارد الإسرائيلي عموما، ولا شك أن المطارد الفلسطيني هو الذي يطارد هذه الثكنة العسكرية الأمنية المسمى بإسرائيل. أشكرك أستاذ ساري عرابي أحمد زهران ورفاقه، حكاية العشب الفلسطيني حكاية الشعب الفلسطيني، مقال في موقع عربي 21. أشكرك أستاذ ساري.